بين ده وبين زيرو وبين الوان. بس ايه النقطة؟ مشكلتها فين؟ اما تيجي تتعامل مع واي اوعى تكتبلي ان الواي بتساوي تيجا فريكس. اكتبها لي بقى ازاي تيجا فريكس؟ تيجا وخدت ده تحت صح؟ خد اللي تحت بس اتعامل معاه مع الجزء الصفحي ان الواي نزل. خلي بالك انك لما تيجي تكامل في لسه متغيرات هحتاجها، ممكن يكون فيها الواي بس. الواي لو عايز اجيبها من الترم واي كانت بكام؟ نكمل الكلام ده. هي بص بقولي بس برسمي انا اخده ايه؟ وبرسمك برسم العين تحت. بس ده ده الغلط الصح اللي عندي بعد. بعد ما رسمت المنطقه تبقى المنطقه متقشره بالشكل ده. مساحه مغلقه ناقصنا مين؟ مين محور الدوران؟ اول واحد واي زيرو. مين واي زيرو ده؟ اللي هو محور اس. Thank you.
That's right. والدفاع كله كام؟
خلاص؟ إذا شفت في دي اعملها، إن الحد يكون معايا على طول. لو ما شفتوش مش غلط، إن طول الشريحة أربعه وأضربه في العرض وأجمع هيدي نفس النتيجة. الفراغ بقى هو المشكلة. خلي يكون لو أنا هشرحه في اللون الأحمر اللي هو الجزء الطيب. إزاي أحسب حد الفراغ ده؟ اللي زميلنا كان بيسأل عليه ورا، هو أنا ممكن يكون الفراغ مش منتظم. عايز يبقى مرة مريحة. أعمل إيه علشان أجيب حد من الجزء ده لما يكون حوالين المحور ده؟ أصلا الشريحة هي محور الدوران. بس مين دول الشريحة المرة دي؟ إكس اليمين ناقص إكس الشمال، وإكس اليمين دي بكام؟ إكس كده. يبقى ده واي تجاوز إكس سكوير والعرض اس دي واي ومن زيرو لتو. اعمل ايه عشان احل دي؟ لازم اشيل الاكس دي. اكس كام المنخرط؟ ويبقى تربيعها بكام؟ الباشمهندس اللي كان بيسال الطول بيقاس باكس. خلاص؟ بعد كده المنحنى تيجي بقى سكوير ولا سكوير دي حاجه ثانيه. فده بيساوي باي تكامل واي اس 4 زي 12 دي واي دي عم تعوض خمسة على 80 هيطلع في الآخر 8 باي على 5 واحد حل. تمام؟ يبقى عندي فراغ أو ما عنديش فراغ في الآخر نفس الحل. بس لازم تكون المنطقة اللي راسم حجمها نازلة في المحور. خلاص؟ يحسب الفولي واطرح يا إما يعمل أول الأول. تاني الفوليوم بتاعي بتاع الجزء الأبيض ده لما يدور هيبقى فيه منطقة في النص جت بينه وبين المحور. احسب كأن مفيش حكم. خلاص؟ يبقى لما جيت احسب الفوليوم كله كل الفوليوم بعد كده الباي كل سكوير بعد كده احسب الفوليوم بتاع الفراغ لوحده كأن ده مش حكم خالص. اطرحه زي ما قلت لك انا لقيت كوره في المكان بتاع الميه. خلاص؟ عايز احجم الكوره. حجم الكوره بكام؟ هو التجميل كله خلاص؟ Yeah.
زائد أبان في الواي دي بيكس. مين الواي اللي هنا؟ اثنين جذر إكس. ده كلام ده بيساوي واي. التكامل اثنين جذر زائد اثنين سكوير إكس هتساوي أربعة واي أربعة إيه؟